جاء بعض الناس ويقولون بأن محمدا هو الذي أتى بهذا الكتاب، يقصدون القرآن الكريم، وأنه هو الذي ألفه. فأقول لهم بكل سهولة ويسر، أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا حتى يقول الشعر، ومع ذلك وجدنا في كتاب الله عز وجل آيات فيها تحد واضح لفصحاء العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يأتون حتى بسورة واحدة، فعجزوا فصحاء العرب على أن يأتوا بمثله ولو بسورة واحدة. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهذا واضح، وهذا فيه استنفار لهمم هؤلاء الفصحاء بأن يأتوا بصورة واحدة وما فعلوا وعجزوا عن ذلك. فهذا يدل على أن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل من عند الله عز وجل. هل الذي يؤلف كتابا قد يعاتب فيه نفسه أو يبين بأنه أخطأ في كذا أو فعل خلاف الأولى في كذا وكذا؟ أهذا يعقل؟ أم أن الذي يؤلف كتابا يبين لنفسه ولأتباعه فضلا عن أعدائه أيضا أنه فعل كل شيء وأنه كاملا في كل شيء؟ وهذا واضح وبين وظاهر لكل من يقرأ كتاب الله عز وجل، ففيه أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ هل يقول محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه في هذا الأمر ويعاتب نفسه في هذا الأمر؟ قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات. فهذا أيضا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يفعل ذلك صاحب الكتاب لنفسه؟ قال الله عز وجل لنبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد أن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب عمه، فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهذا واضح وبين على أن كلام الله عز وجل نزل بخلاف ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهل يقول ذلك صاحب الكتاب لنفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل فداء أسرى يوم بدر نزل قول الله عز وجل بخلاف ذلك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فهل يدل أن صاحب الكتاب يعارض نفسه ويعاتب نفسه ويخالف نفسه، أم هذا بيان من الله عز وجل على ما فعله المؤمنون وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكل هذه أدلة تبين صحة الإسلام وتبين صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا في كتاب الله، والأدلة كثيرة بخلاف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينت في منع التجول أو حظر التجول كما جاء في غزوة تبوك، وكما في حادثة الإفك فإنه جاءت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أيام عدة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الكتاب القرآن الكريم وهو الذي يؤلفه، لأخرج براءة زوجته رضي الله عنها بعد أن فشى الناس هذا الخبر الكاذب، لكنه انتظر ما يأتي من الوحي من الله عز وجل، وقال قولته وحديثه المشهور لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. فنزل قول الله عز وجل وبرأ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا الكتاب لبرأ عائشة منذ الأيام الأول أو منذ أول يوم،
أما إنه يتبع ما يوحى إليه من ربه، فإنه مكث هذه الأيام كلها من أجل أن يأتي وينزل كلام الله عز وجل يبرئ فيه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والسنة فيها الكثير، وأنا أدعو إخواني وأحبابي من طلاب العلم والدعاء بأن يدخلوا جنان السنة ويقطفوا من ثمارها وينشروها للناس ويبينوا صحة دين الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.